هل يصح القول بأن كل عالم قريب من السلطان مرجئ؟ لا يصح مثل هذا، فقد كان الأئمة الأولون يدخلون على السلاطين لنصحهم وتذكيرهم. قد كان العلماء الأولون يدخلون على السلاطين لنصحهم وتذكيرهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى.